السلام عليكم الإخوان أصدقاء، مرحبا بكم في الكانتين ديال اليوم الغد، الكانتين اللي فيه 14 ديال الخيول المشاركة، وفيها الدول اللي نوباغتون تنظن الخيول ديال كريستون فيرلون وماكسيم غيو اللي كان راكب على الدوه نوباغتون ما جاليش غدا. هادي الكاتيجوري ديال كادرو اي بلي دوفيل غازو 2000 متر 2000 متر ولات غير 13 عاود. بروميير كورس رينيو ان، يعني الكورس الاولى في الرينيو ان. برونوستيك الخوت 1 2 3 سيكونت شونس 5 7 4 6 11 الاوتسايدر 13 9 14 12 8 10. هادو هو الخوت هما الاوتسايدر، جوج ربعة ستة ديال الخيول في الاوتسايدر وخمسة الخيول في سيكون شونس وجوج ديال الخيول في الفافوري 1 تروا توه نو باردو. تنظن الخيول اللي مرشحة هما اللي بتيني ميرو، اللي بتيني ميرو هما اللي مرشحين ومعاهم داك الأونز كويتيام فافوري، والأوتسايدر هما النوامر الكبار. ما كاينش تيرنير مينيت لا سانتيس دو لا ريديكسيون 3 1 2 5 6 7 4 وكاين تقريبا اللي عندهم 0 بوين 13 12 10 8 تقريبا اللي عنده الفارياسيون دو بوا هو 6 بوحدو ناقص اللي 1 كيلو. لي زوغاي بور لا بروميير فوا 5 تيرنير سوكسي سيغ لو باركور 1 3 4 6. الباسير الاخوان كما تنشوفو 6 11 2 4 14 في 2500 كوردا دروا. على كل حال الخوت، على كل حال غادي نشوفو بعض الخيول قلنا دو نو بارتون. العود اللي غادي يكون عندنا كأحسن عود هو الرقم 6 ألماني فيكو، سيزيام نافيام ساتيام نافيام نوكسي. هاد العود خصو يدخل في لاباز في لي شوفو ديالنا ألماني فيكو. العود الثاني الخوت ما يكون ما بين الكات و السانك، وغادي ناخد السانك زالانديا، وغادي الكات غنز السانك 56 كيلو، غادي ناخد السانك مع السيس زالانديا. العود اللي غنزيدو الخوت غنزيد جوج ديال الخيول اللي هما فافوريين يقدر يبان فيهم شي واحد، هي ان تروا ان تروا اربعة ديال الخيول في البتي نيميرو الان والتروا والسانك والسيس. اللي غادي نزيد الخوت هما لونترينور الياس ميخاليديس. الياس ميخاليديس تنظن ان هاد لونترينور من بين لونترينور اللي مزيانين في هاد الكاتيجوري ديال اليوم الغد، عنده الرقم 9 وعنده الرقم 14 عود ريغيلي 14 وفايت يتغلب على بعض الخيول. شدو هاد انزو كيلبير كريبلي الياس ميخاليديس. العود اخر كورسة في لونسو، في لونسو 56 كيلو مشات عليه غير جوكيرا، وكان تغلبات عليه استرولوجيا، وكان مشى تقريبا بجوج مشاو فافوريين، بجوج مشاو فافوريين مول ثلاثة مول ثلاثة، كان دار واحد ويتيام وواحد دار كاتريام. الكورسة اللي قبل منها كان هو تغلب على استرولوجيا الكاتورس دوزيام والأونز تروازيام. سان كلود كان دار دوزيام بلاس
عود ريغيلي، عود ريغيلي. هنا في الكومبين في البون سوبل 59 كيلو مشى غير ب 4.9. هنا كندار نو بلاسي مادموزيل لو جلاند، تنظن ان هاد الجوكر ديال انزو كريبلي جوكر ما كيمشيش فافوري، ما كيدخلش فافوري اوتسايدر. هنا كنتغلبوا عليه بعض الخيول، لان هاد البو ديال 51 كيلو اخوان، البو ديال 51 كيلو. هنا كندار دوزيام كوركار، عاود تنقول في المستوى ديال العود، العود غادي يكون في المستوى غدا ان شاء الله الكاتورز. قلنا الناف حتى هو تقريبا نفس لونترينور، عنده جاري 5 ديال لي كورس، كومبين سان كلو حتى هو مطلوب هاد العود. هذا نحسبوا الخوت شحال عندنا من عود، نحسبوا شحال عندنا من عود. قلنا الان والتروا وقلنا السانك والسيس اربعة ديال الخيول، قلنا الكاتورز والنف ستة ديال الخيول. العود اللي ممكن غيتزاد يا اما الاونز يا اما الدوز، يا اما الاونز يا اما الدوز، يا اما ماداميت يا اما رونان توماس كارلوس يا لارنر، واحد فيهم غادي يكون تما. نايت دانس مان اخر كورسه في الكلير فونتين رقم 12 كندار نو بلاسي، الشونتي اللي في 2200 كندار دوزيام. هاد العود لا بالور ديالو عنده 32 وكيمشي بيها 32، دار بيها دوزيام و 32 دار بيها نو بلاسي. هادي اخر كورسه ديالو كان خسر فيها، مشى ب 5.4. هنا كان مشى 52.5، عطاو 52، مشى في الريفيرونس ديال 20، ريفيرونس ديال 20. وكان مشى مع بنجامان كان دار دوزيام، وشمسة بدر طروازيام، ليلي بلو كانيلو كوركار، يعني مراكش اكسبريس ترنو بلاسي. المهم غادي ناخدو الرقم 12، رقم 12. وغنهضروا على لاباز، لاباز الاخوان غادي ناخذوا السيس، خصو يكون في لاباز رقم 6 المانيفيكو. غيكون اما الان اما الطرو، خصو يدخل واحد فيهم في لاباز، اما الان اما الطرو، واحد فيهم لاباز واحد مور اكس. ما يتلقاوش الان طرو في لاباز، ماشي هذا، ماشي انهم راه ما غايجيوش بجوج، وانما ربما يقدر ما يجي فيهم غير واحد ديال الايه الطرو مع السيس مباشرة. وغادي يزيدو معاهم سوميو زالاندية كعود تالت في لاباس، وتبقى عود الرابع ما بين الناف والكاتورس. هادي هي لاباس ديال اليوم الغد. اليوم الخوت في الكلير فونتين الأوبستاكل ديال اليوم في 4500 الدافيد كوتا، خدينا السايس في الدافيد كوتا، عندو كانو عندو ثلاثة ديال الخيول. كان احسن جوكر عند دافيد كوتان هو داك جيلز رقم 16. الكنز كان راكب عليه دكا بليت على ما اظن، مي تشونج لي الجوكر في الاخر، يعني في الصباح ما مشاش عليه هو، تبدل لي الجوكر عطاو البرولر، وللاسف السيز ما جاش طلع الكنز. يعني كان عندنا داك الدو، كان اليمينينا الاربعه ما ذكرناش الاربعه، الخمسه تذكرناه وحيدناه، ما جاش الخمسة الان ما ذكرناش ما جاش. مهم ان كات سانك، غالبا الناس لعبوا ان كات سانك. مهم انا هزينا داك الدو، قلنا قلت بان فرانسوا نيكول عنده ناف طروا، يا اما غادي ناف دو يا اما غادي دو، بان الناف غيكون ناف كاين. السبعة شونجيناه بالخمسة، حيدنا الخمسة ودخلنا السبعة، والسيس كان عندنا، بقات الحلقة المفقودة في الكنز، حلقة المفقودة في الكنز. السايس كان دار واحد تنقيزة اللي شوية خايبة، دافيد كوتان السايس.
كان اخر كورسه دي غوي مع السيس، متاثر في ديك التنقيصه، والكنز كنز كان صح منه، جا من لي تروا بلومي. هذا ما كان الاخوان، هذه هي البرونوستيك ديالي. الان والتروا والسانك والسيس والنف. بالنسبه للخوت اللي يسولوني على ميكائيل برزالونا ستيفان واطيل اللي عنده الويت راه غادي يلعبو. كاين اللي كيلعب غير الجوكر، انا ما كنلعبش الجوكر. الا تلاقى ليا الجوكر مع لونترينور، هو لونترينور مخير ميكائيل برزالونا من احسن جواكا. لونترينور مزيان، ميكائيل برزالونا مزيان، مي العود ما قنعنيش، ما قنعنيش هاد العود. ولي شوفو دالمان كنهرب منه في اللونجيل وفي السونتيل، كنهرب منه. كما كتشوفو جاي من كولون، هانوفر، هامبورغ، هانوفر، بادن بادن. اخر كورسة ديالو رين كلامي 7 ايام، 3 ايام كونديسيو 7 ايام. يعني جاري في التيران، جاري في التيران هاد الويت هدا. دي لاوار، دي ما دي كاميرون. المهم الخوت اللي عنده الويت يلعبوا، اللي عنده الويت يلعبوا. هذا الشيء اللي كاين الخوت. تحياتي لكم الاخوان ومع السلامه، في فيديو قادم ان شاء الله.